انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا. طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو. ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل فتكيه؟ ايه اللي جالك متاخر؟ انا؟ ده سيد اللي جاي متاخر، انا هنا من الصبح بدري. طب انجاري شوف شغلك. حاضر. تعال هنا. تعتبره ده اخر انذار ليك، فاهم؟ 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 خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني، بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله، بعد اذنك. خدت الدبليو سي ثانيه بس واجي لك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت اسم اخلاق، شفت. لو سمحت ممكن كوبايه ميه؟ ايوه. كوبايه ميه؟ ايه ده؟ سميره؟ سميرة بهيم. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك يا سمسم؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده؟ اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله. فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه؟ شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري، الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره؟ لا اخشى عليكي اخشى عليكي، بصي اتعديت منه كنت هقول اخشى عليكي، معقوله كده؟ يا حبيبي. فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره، انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده؟ ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتي اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري، فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام، بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهرب. شكري انت كنت عايزه ميه؟ ها اجيبها لك بتلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله. طب ما هو زي ما هو، ما اتغيرش، بيجي فجأة برضه. اه. ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيد. فاكر يا شكري ايام الجامعة لما كنا بنتلم كلنا في المكتبة بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجة، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميرة بهيج. ذكريات. ذكريات زبالة يا زبالة، بذكرياتك الزبالة دي يا تافل، طول عمرك تافل، طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزة مية. هي مسكينة في المية؟ صدقني ثلاث سنين يا دتمة، يا دتمة مفيش بوسة وانا خضك بوسة. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميرة كتير، ده انت متأخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبة؟ معلش معلش. مفيش مسؤول هنا يا جماعة، مفيش مسؤول. ليه ليه؟ مسؤول يا جماعة؟ مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول؟ في ايه؟ سعادتك انا رحت الدبليو سي ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما اتأخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتح. حصلت؟ حفهم سيادتك، حفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجة. هو خاطب واحدة أصلا زبالة سوسته، أعملها إيه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت؟ بره مش عايز أشوف خد إيدك تاني هنا خالص. ده أنت زبالة وهي أزبل منك. بره. وأنت صوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. إيه يا حازم؟ انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله، امال الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي ساره، يلا بينا نمشي بقى على احسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ امال عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس بس البسين برد قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قول لي لساره كل سنه وهي طيبه عشان عيد ميلادها النهارده. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا باي باي. باي باي. باذن الله. من فضلك هات لنا الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش نام على طول. خمس دقايق ونص دقايق. ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش نام دلوقتي اهو، اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟
بكره بقى. تصبح على خير. تصبح على خير. حازم انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي باي. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفه ابدا؟ كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا فاكر انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحيه التانيه. انا بحسب بطل يا اخي قله ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل مدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكى لي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم، سالم الاسيوطي وارد زكي سالم الاسيوطي. اه إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما افطرش. بعد اذنك يا نادر بيه انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد، دي سميره بهيج زميلتي في الكليه. ايه ده هو بيتكلم عن سميره؟ ها؟ زميلتك في الكليه؟ اه. لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميرة دي زي أخته. أخته إيه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع؟ اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين؟ طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ آه خطب. شكري السيد؟ آه خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا ما ماتش. أيوة ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا 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 بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي يلا امشي امشي بلا لعب عيال. كلام فارغ وخد أبوك في بطنك.